بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذنا عبد الوادي، أنا كنا معكم في الجزء الثاني من اللقاء الثاني من مادة القانون الجنائي مع التعمق للأستاذ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، وكنا بنتكلم عن ضوابط خاصة بقبول الدليل الإلكتروني. وقبل ما نكمل ضوابط القبول الدليل الإلكتروني، كنا بنتكلم عن صعوبات الحصول على الدليل الإلكتروني، وكان عندنا النقطة الأخيرة هي تعريض بيانات المبنى عليه او لغير حاسب النيه لخطر، يعني تمام. وبناء عليه طبعا زي ما احنا قلنا ان الشخص المختص بالادله الجنائيه الرقميه بيطلع عليه بعض القضايا، وبيتم فحص الجهاز الخاص بالمبنى عليه او مؤسسه معينه تجاريه بيعمل بها الشخص المبنى عليه. وفي الحاله دي طبعا الخبير بيضطر ان هو بيطلع على بعض البيانات الموجوده على بعض الاجهزه اللي لها علاقه بالتحقيق. وفي الحاله دي بيكون الشخص الكبير دوت ملم بالمعلومات اللي موجوده على الاجهزه الاخرى المتصله بالتحقيق، وبيتم سؤاله كشاهد عن المعلومات اللي تم الكشف عنها وتم الفحص عن البيانات. وفي الحاله دي بيلتزم الشخص اللي هو المحقق بالسريه عن المعلومات والبيانات اللي تم التحصل عليها على بيانات الغير اللي هو الشخص حاسب النية، زي ما احنا قلنا قبل كده ان بيتم المراقبة والتنصب على بعض الهاتف المحمول والشخص المشتبه به، وبيتم برضه سماع بعض الاحاديث سواء كانت على المستوى الخاص او المستوى العام لاشخاص غير الشخص المشتبه به. وفي الحالة دي بيتم تعريض بعض زي ما احنا قلنا بعض الاسرار الخاصة بالغير حاسب النية للخطر، وده من ضمن الصعوبات اللي هي بتعترض عمل الشخص الخبير والحصول على الدليل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي. وهنتكلم بقى عن ضوابط قبول الدليل الالكتروني، وبناء عليه احنا قلنا ان ضوابط قبول الدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي بتبقى عباره عن 5 نقط، زي ما احنا شايفين كده: عدم وجود ضوابط موحده بشان قبول الدليل الالكتروني، واثنين بيان ضوابط قبول الدليل الالكتروني، 3 عدم جواز القيام بعمل مشروع بمناسبه اجراء غير مشروع، وعندنا لازم يتم المحافظه على الدليل الرقمي، وفي عندنا مراحل لاستخلاص الدليل الالكتروني. وزي ما هنشوف ان بيتم على مرحلتين: مرحله المحافظه على الدليل الالكتروني اللي هو الدليل الرقمي، والمرحله الثانيه بيتم تحليل البيانات عن طريق المعالج زي ما احنا قلنا لاستخلاص الدليل الرقمي من الجهاز او الهاتف المحمول. وهنتكلم بقى عن الضابط الاول اللي هو عدم وجود ضوابط موحده في شان قبول الدليل الالكتروني. زي ما احنا عارفين ان القواعد المنظمه لتوثيق الدليل الالكتروني بيتم على اساس العداله الجزائيه، وفي كل نظام قانون على مستوى العالم بيتم وضع تشريع معين لتوثيق الدليل الالكتروني والحفاظ عليه، وبتختلف التشريعات من دوله لاخرى، ولكن بقى مع وضع قواعد في نفس الوقت بتمثل الحد الادنى اللي بيتم على اساسها الحفاظ على المعايير المحافظه على الدليل الالكتروني في كل نظام قانوني. وقلنا ان الدليل الرقمي او الدليل الالكتروني طبعا من المسائل اللي هي بتتطور بسرعه، وطبعا زي ما احنا عارفين ان جهات التحقيق والمحاكمه ما بيكونش عندها الخبره الكافيه بالدليل الالكتروني، وفي الحاله دي بيتم حاله دعوه ابتدائيه للخبير الفني المتخصص بقسم الادله الجنائيه الرقميه لكتابه تقرير بالحاله المعروضه على سلطات التحقيق والمحاكمه. ولا بد ان يبقى في عندنا معايير وضوابط من اجل المحافظه على الدليل الالكتروني، وفي نفس الوقت استخلص الدليل الالكتروني بطريقه فنيه على اساسها بيجد ان الضوابط دي بتمثل الاطار القانوني لكل دوله على حده، بتختلف من دوله لاخرى زي التشريعات المصريه والتشريعات القانون الالماني والتشريعات القانون الامريكي اللي هي محل الدراسه المقارنه في هذا العام ان شاء الله باذن الله، وده هنشوفه في اللقاءات القادمه باذن الله. تمام؟ في عندنا بقى بيان لضوابط قبول الدليل الالكتروني. زي ما احنا قلنا ان الجرائم الالكترونيه بتتزايد على اساس ان لها صله بالاجهزه الالكترونيه، سواء كان الجهاز الالكتروني ده جهاز رقمي كالجهاز الكمبيوتر العادي او المحمول او التليفون.
التليفون المحمول، وبيتم تحليل البيانات دي عن طريق المعالج. زي ما احنا قلنا قبل كده بيبقى في عندنا بيانات، البيانات دي هي عباره عن الماده الخام للمعلومات، وبيتم استخدام واستخراج البيانات والمعلومات عن طريق البروسيسور اللي هو المعالج الالكتروني، عن طريق بعض الشرائح اللي هي بتبقى موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك. وكان عندنا بعض الضوابط اللي هي لازم ان هي تكون تمثل الحد الادنى للحصول على الدليل الالكتروني عشان تكون مقبوله قدام القضاء الجنائي. واهم الاهم الدلائل الالكترونيه دي ان هي بيتم الحصول عليها بطريقه مشروعه، زي ما احنا قلنا، زي بعض النظم اللي هي اللاتينيه، زي النظام اللي هو اخذ الدليل بطريقه مشروعه عن طريق نظام اثبات الطور، زي ما هو موجود في النظام المشرع المصري والمشرع الفرنسي والمشرع الالماني. تمام، على عكس نظام الاثبات المقيد في القانون الامريكي على وجه الخصوص اللي بيتم في المشرع بتحديد بعض الضوابط اللي بيتم على اساسها اثبات الجريمه الالكترونيه في مجال الاثبات الجنائي والتقيد بالدستور الامريكي اللي هو على وجه الخصوص الدستور الرابع. تمام، وزي ما احنا عارفين ان يجب اتباع اجراءات معينه اللي بينص عليها المشرع على اساس ان انا لازم احترم الحقوق الاساسيه للشخص الجاني كحق في الخصوصيه وحريه في التعبير وحريه الراي والاعتقاد. وكان عندنا بعض الضوابط اللي هي قد تتصل بمصداقيه الدليل، زي بيان مدى تعلقه بالوقائع واثباتها، وان يكون الدليل ده منتج في الدعوه الجنائيه وله علاقه بالجريمه محل التحقيق من سلطات التحقيق او القاضي الجنائي. وفي نفس الوقت يجب ان انا احترم قواعد حمايه البيانات زي ما احنا قلنا، زي قوام سريه الصواب والمراسله. تمام، وزي ما احنا قلنا قبل كده في شرط اساسي لقبول الدليل الجنائي ان هو يتم التحصل عليه بطريقه مشروعه، ولكن بقى عدم جواز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع، زي ما احنا قلنا يجب الحصول على الدليل الالكتروني او الدليل الرقمي بطرق مشروعه، بمعنى صدور اذن قضائي من قاضي مختص بالتحصل على الدليل الالكتروني، زي مثلا القانون الامريكي بيشترط صدور مذكره تفتيش من القاضي المختص واتباع اجراءات معينه وضوابط معينه بيبص عليها المشرع. تمام، وفي الحاله دي بيكون جزاء عدم اتباع الضوابط دي هي مقدار الدليل واستبعاده من ادله الاثبات الجنائي. تمام، وفي نفس الوقت برضه بستبعد الشهاده اللي تم الحصول عليها من الخبير الفني اذا تم استخدام خبير فني في الحصول على الدليل الرقمي. وكان عندنا محكمه النقض الايطاليه ابطلت الدليل الالكتروني في واقعه شهيره عندهم، قام المدعي العام لمدينه باليرمو الايطاليه وكان اصدر اذن بالحصول على نسخه من احد الملفات الموجوده لشخص على جهاز لشخص مشتبه به، واثناء الحصول على النسخه دي من الملف دوت الشخص الخبير المختص قام بوضع برنامج على الجهاز للشخص المشتبه به، وفي الحاله دي اعتبروا ان ده عمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع وهو الحصول على اذن من القاضي للحصول على نسخه من الملفات الموجوده على جهاز الشخص المشتبه به، واعتبروا ان ده دليل باطل وتم استبعاده من ادله الاسلام. وفي عندنا بقى من ضمن الضوابط الاساسيه المحافظه على الدليل الرقمي، يجب ان انا احافظ على الدليل الالكتروني طبعا ويكون صالح للاثبات الجنائي، وفي الحاله دي بيتم توثيق الدليل ويكون له اثر في القضاء الجنائي وفي الاثبات الجنائي. لان طبعا زي ما احنا عارفين بعض الصعوبات اللي بتواجه الخبراء وهي طبيعه الدليل الالكتروني ذات نفسه على اساس ان هو دليل رقمي زي ما احنا قلنا، والصعوبات ديت لابد ان هي يتم التغلب عليها ويتم المحافظه على الدليل على اساس ان عمليه الضبط وتامين الجهاز الالكتروني للشخص المشتبه فيه دوت اللي هو اللي بيسميه الهاكر او الجاني يعني، وبضمن ان ما يتمش فيه اي تعديل في البيانات الموجوده في الجهاز الرقمي ذات نفسه، على اساس ده دليل وبيانات رقميه بحتفظ بها ولا يجوز ان انا اعدل في البيانات دي، وفي الحاله ديت يكون الدليل الرقمي اثر في الاثبات الجنائي على اساس ان هو دليل مستخلص من طريق قانوني.
وفي عندنا برضو زي ما احنا قلنا في بعض المراحل اللي بيتم استخلاص الدليل على اساسها، على اساس ان الشخص القائم باستخلاص الدليل دوت وهو قسم الادله الجنائيه الرقميه بيجب توثيق الدليل دوت، وبناء عليه بيتم عمل محضر للاجراءات اللي بيثبت فيها الشخص القائم بتحصل على الدليل الالكتروني، ويثبت في المحضر دوت الجهاز اللي تم ضبطه ونوعه والمواصفات الخاصه بالجهاز دوت، وعلى اي اساس طبعا، اذا كان في علامات مميزه مثلا جهاز قديم جهاز جديد جهاز متصل ب مثلا بجهاز اخر او متصل بطابعه او متصل بالانترنت او شبكه المعلومات البحثيه، وبناء عليه بيتم برضه تحريز الجهاز دوت والمحافظه عليه، ويقوم الشخص القائم بالضبط دوت ذات نفسه بتحديد مكان الضبط ومكان حفظ الاجهزه والمكان اللي تم فحص فيه الجهاز اللي هو تم اختراقه وتم الحصول على البيانات او المعلومات منه. وقلنا طبعا ان المرحله دي بتتم على مرحلتين، وهي مرحله استخلاص الدليل الرقمي على اساس المرحله الاولى بيتم المحافظه على الدليل الالكتروني ذات نفسه زي ما احنا قلنا، بناء على الحصول على اذن قضائي من القاضي المختص، وبيتم الدخول على المكان المراد ضبطه بطريقه مشروعه. وفي الحاله دي بيتم رفع الاصاله الماديه من مصرح الجريمه، وفي الحاله دي بيكون الهدف بتاعنا ان الجهاز دوت يكون موضوع في وضع التشغيل، وان انا اقدر ارجع البيانات واحافظ على البيانات اللي تم التحفظ عليها، سواء كانت بقى موجوده على اللي هو الهارد درايف اللي هو الذاكره الصلبه نفسها، او اقدر اثبت ان تم ازاله الخط من الهاتف المحمول. في الحاله دي بتحفظ على اللي هو السيم كارد اللي هو الخط دوت اللي تم ازالته من الهاتف المحمول وبتحفظ عليه، وبعد كده بقوم بمعالجته واستخراج البيانات منه، وفي الحاله دي يعتبر تجريب يجوز الاخذ به امام سلطات التحقيق او القاضي الجنائي على وجه الخصوص. ولكن برضه بعض البيانات برضه تتعرض برضه لبعض الاخطار زي التشفير زي ما احنا قلنا، او لخطر برضه المحو او غلق البيانات دي عن بعد، يعني مثلا بعض المبرمجين بيقوموا برضه بتشفير بعض جهاز التليفون المحمول بتاعه، او مخصص بخاصيه ان هو يقوم بغلق الجهاز بتاعه عن بعد، او التخلص من بعض الملفات او الحصول على ملفات عن بعد برضه، تمام؟ وفي الحاله دي طبعا بيتم التحفظ على الادله دي بطرق مشروعه زي ما احنا قلنا، وفي الحاله دي بيعتد بالدليل الالكتروني، واذا تم عدم الحصول على الدليل الالكتروني بطرق مشروعه في الحاله دي بيكون الجزاء هو البطلان واستبعاد الدليل الالكتروني من الدعوه الجنائيه قبل عرضها على القاضي الجنائي، لان الدليل هنا هيبقى ضعيف اصلا، وفي الحاله دي ممكن المجاني يتم تبرئته ويضيع حق الضحيه او المدعي. وكان عندنا برضه في المرحله الثانيه اللي احنا قلناها بتتم على اساسها مرحله استخلاص الدليل عمليه تحليل البيانات ذات نفسها زي ما احنا قلنا عن طريق البروسيسور او المعالج الالكتروني اللي بيتم عن طريق الشرائح الالكترونيه اللي هي موجوده على جهاز الكمبيوتر. وزي ما احنا قلنا ان تحليل الاصاله الماديه دي بيقوم بها خبراء الادله الرقميه، وفي الحاله دي بيتم الحصول على الدليل الالكتروني بطريقه مشروعه، وفي الحاله دي بيتم الدخول الى نظام المعلومات بتاع الكمبيوتر للشخص اللي هو المدعي عليه او الضحيه، وبيتم التحكم فيه، وبيتم معرفه الوقت اللي تم اختراق الكمبيوتر او التليفون المحمول، وبناء عليه بيتم الحصول على بيانات تعريف الجهاز نفسه والوقت اللي تم فيه دخول او اختراق الجهاز دوت. ودي اهم مرحله اللي بيتم تحليل البيانات فيها والحصول على البيانات او التقرير الالكتروني، وبيتم وضعها في تقرير من خلال قسم الادله الجنائيه الرقميه، وبيتم عرضها على سلطات التحقيق، وبعد كده على القاضي الجنائي بيتم الاخذ به الدليل او عدم الاخذ به من خلال برضه على اساس ان القاضي الجنائي هو قاضي حر. وفي الحاله دي بيتم الاخذ بالتقرير او عدم الاخذ به وفقا لاتجاه المحكمه الجنائيه. تمام؟
وزي ما احنا قلنا ان لازم ان التقرير دوت المعروض على المحكمه لابد يكون مبين فيه طبعا بعض الاساسيات، برنامج التشغيل اللي هو مستخدم على الجهاز نفسه اللي تم الاشاره التقرير منه، ولابد ان هو بيتوافق فيه البيانات دي اللي تم استطرادها من التدريب بطريق مشروع، وفي نفس الوقت الشخص المسؤول عن حفظ البيانات على السجلات دي بيتم سؤاله كشاهد في الواقعة الجنائية. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بضوابط اسناد التقرير الالكتروني زي ما احنا قلنا، اللي بيتم الحصول عليها بطرق مشروعه زي نظام الاسناد الحر اللي ما بتتغيرش في الحصول او التقيد على تعرض بعض المسائل الفنيه على التقرير. وزي ما اجاز الدكتور اشرف شمس الدين ان هو ممكن ان انا احصل على التقرير او التقرير الالكتروني من شخص غير مختص او الخبير الفني، ممكن يتم تقديمه عن طريق شخص عادي اذا كان التقرير ده ظاهر، وفي حاله بقى عدم ظهور التقرير ده وقت يتم عرض المساله على الخبير الفني في المتخصص. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بضوابط قبول التقرير الالكتروني، وخلصنا الجزء المقرر بالباب الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.